كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث عن تربية الخيول وسباقات الفروسية في دبي. هوس، ولع، هواية أم ماذا؟ سعود المولع إلى حد كبير بتربية الخيول قد يستطيع الإجابة عن أسئلتنا. خيول وفوارس في دبي، فلنبدأ الحكاية. ما أن ينتهي من عمله حتى يهرع إلى اسطبل الخيول الخاص به، تتجه نظراته إلى الخيول متفحصة كل ذرة منها. كيف لا وقد باتت الخيول الملاذ لسعود في كل شيء. بدأت علاقتي في الخيل تقريبا من سنة 2002 ل 2003. بدأت حكايتي في الخيل كهواية وحب للمخلوق هذا يعني. بعد الهواية تطورت شوي، الهواية هاي صارت حب للقدرة، المشاركة في المسابقات. وتقريبا الحمد لله من 4 سنين يعني نحن في المجال القدرة، لكن ما زلنا في نقطة في بحر يعني مثل ما يقولون، لأن عالم القدرة عالم كبير. بتقصد بالقدرة القدرة على التحمل؟ قدرة التحمل نعم، من قبل الحصان ومن قبلكم ومن قبل الفارس، من الاثنين هي السباقات القدرة. شعرت أن سعود غاص في العموميات أثناء حديثه عن الخيول، فسألته مجدداً: أنت بالذات شو سر تعلقك؟ والله سبحان الله، هذا المخلوق يأسر كل إنسان يعني، ولكن سر تعلقي ما لي معاه حكاية، لكن سبحان الله حبيت الخيل يعني وتعلقت فيه وتعمقت فيه من 2003. شو بيعني لك الخيل؟ تقدر تقول أشياء كثيرة، أي شيء حلو يعني لي هو الخيل تقريبا، مرتبط في هو اصلا اساس وتراث، وكمل حبينا نكمل على التراث وتعلقنا فيه وتعمقنا فيه. مخلوق سبحان الله عجيب، خليك تحبه يعني غصبا عنك. تغيرت حياة سعود بشكل لافت بعد تعلقه بالخيول، وتعلم منها الكثير كما يقول: الصبر، التحمل، كيف تتعامل في مواقف صعبة، حيوان حساس، ذكي، وفي نفس الوقت، كيف تتعامل مع كل حالة بالذات مع الخيل، فسبحان الله تعكس هاي حتى في حياتك الشخصية يعني. تطورت علاقة سعود بالخيول، إذ بدأت بالتعلم على ركوب الخيل ولم تتوقف عند استحواذه للكثير منها وبنائه اسطبل خاص لها. بدأت الفكرة في سنة 2003، كان عندنا مكان غير هذا المكان، بلغتنا العامية اسمها عزبة، كانت في نص البر في نص الصحراء يعني محدودة، كان الجدار مالها عريش واسطبلات جدا كانت محدود خشبية كانت بسيطة. ومن يومها تطورت الشغلة معنا، وأصحابي معاي وشجعوني ودخلوا معايا في المجال، والحمد لله لين تطورنا وخذنا المكان هذا وصار لنا ومارسنا فيه هوايتنا.
يعني هو مش عمل تجاري وانما لا مش عمل تجاري لسه لين الحين ما جتنا الفكره ولا تطرقنا لها. هي في الاول والاخير هوايه وحب للرياضه. يقوم سعود مع أصدقائه بالتدرب وتعليم الخيول القدرة على التحمل عبر تمرينات يومية في أماكن مخصصة للتدريب. القدرة على التحمل هي مش معنات أنك أنت تركب خيل وتروح، يعني نحن عندنا مراحل قبل لا تروح للسباق. في شيء اسمه الكواليفاي اللي هو التأهيلي، تتأهل، تأهل نفسك وتأهل الحصان اللي معك. المراحل التأهيلي مقسومة على 3 مراحل أو 4 مراحل، اللي هي لازم أنت تجتاز فترة 40 كيلو فاير، بعدين تروح لمرحلة أكثر اللي هي 80 كيلومتر. طبيعة الخيول العربية تحب تكون سباقة، تحب تكون في الأوائل، فأحياناً هني الحصان شوي محتاج أنك تتعامل معاه، كيف تمسكه، كيف تحديه، كيف يتبع أوامرك أنت، ما يمشي على هو نفسه. فهني تجي عاد خبرة الرايدر، هل أنه يقدر يمسك الحصان، يقدر يتعامل معه، أو أنه يخليه على ما هو يريد. إذا خلاه على ما هو يريد ممكن الحصان يستنفذ طاقته في أول 10 كيلو. ممكن الحصان أحياناً من كثر ما يدفع نفسه ممكن تجي إصابات القدم، طبعاً بحر، ممكن تخسر الحصان. تعلق سعود بالخيول واكتسابه تجربة متميزة في التعامل معها دفعاه إلى القيام بتعليم من يرغب من الشباب بركوب الخيل. أصغر رايدر عندي اسمه علي محمد، وتقريبا عمره الحين 12 سنة. هو بادي، هو عمره 9 سنين أو 8 سنين، بس هو كان من صغر ما شاء الله عليه يفرق، يعني أنه هو حاب يتعلم. فكل ما كان العمر صغير سبحان الله يكون عنده المعلومة تتخزن في راسه بسرعة فيتعلم بسرعة، غير عن يجيك واحد عمره 30 سنة ويتعلم. هو راح يتعلم بس مش مثل اللي عمره 10 سنين 12 سنة. يعني أنا ب32 خلص ما عاد أتعلم. لا ليش، بعدك شباب أنت إن شاء الله تتعلم العمر كله. لفتني أن عدد اسطبلات الخيول يزداد يوما بعد يوم، ما قد يعني محاولة بعث التاريخ والعادات الخاصة بالإمارات العربية المتحدة. نحن عندنا مثلا الصقارة، وعندنا الجمال، وعندنا الخيول، يعني ما يختلف عليها اثنين، هي من تراث الخليج مش بس الإمارات، لكن في حد تمسك فيها وفي حد تراخى فيها. هي فترة من الفترات أنا ما أقدر أقول أنها تراخت، لكن الحين سلطوا الضوء عليها أكثر. ومن العام جنحت بسعود صوب الخاص. وأنت بالذات وين رايح بمشروعك؟ والله هي قلت لك أنا في الأول والأخير أنا طبعاً أطمح أني أوصل للعالمية، بس قبل لا أوصل للعالمية أتمنى أني أنا أحقق شيء في بلادي، وبعدين إن شاء الله أطلع من دولة الإمارات أحقق العالمية إن شاء الله. بس ما يكلفك هذا المشروع؟ لا أكيد يكلف، لكن مثل ما قلت لك هي هواية، الهواية دائما فيها خسارة وقت وخسارة مادية. وكما علمت فإن العلاقة مع الخيول ليست سهلة إطلاقا وتمر بمراحل صعبة للغاية. في خيول نعم محتاج لها تركيز أكثر، في خيول التيك طبيعتها مش هادية لا في الركوب، وبالذات إذا راحت السباق تعطي كل ما عندها، فتكون خيول جدا قوية. تحكي معاهم الخيل تعرف راعيها وتحس براعيها، تحس إذا كان خايف، إذا كان متنرفز. الحصان تتعامل معاه بلطف، يتعامل معاك بلطف.
دخلت عليه بالضرب وبالخشونة، كل فعل له ردة فعل، فتوقع الحصان ممكن يعض، ممكن يربع، يمكن ما يتقبلك، فأنت لازم تكون رحيم بالحصان يعني. للنساء في الإمارات العربية المتحدة نصيب وافر في حب الخيول وركوبها والمشاركة في السباقات المخصصة للخيول. المزيد بعد الفاصل، انتظروني. متعددة المواهب، بيد أن موهبة ركوب الخيل تعتبر بالنسبة لها الملاذ الأول والأخير. في البداية خوف، لكنه تبدد بعد العلاقة الوثيقة مع الخيول. أتت من أبو ظبي إلى دبي ليس لمجرد مقابلتي والحديث معي عن تجربتها مع الخيول فحسب، وإنما لأنها تقوم بذلك عدة مرات من الأسبوع بهدف الاستمرار في التدرب على ركوب الخيل والقدرة على التحمل. ظبية، كيف بدأت علاقتك بالخيل؟ والله أنا بدأت علاقتي بالخيل لأني كنت أخاف منه من 4 سنين، هالسنة الخامسة، فحاولت أني أدخل أماكن تدريب وقمت أتعود عليه. طبعاً مو بسهولة الواحد يتعود على الخيل، لكن حبة حبة في كباتن حببوني في الخيل والحمد لله تعلقت فيه. هي الواحد يعني مو بمرة واحدة تحب الخيل، فهي بدأت على قولتهم تصاعدي حبة حبة. يعني الواحد في البداية يخاف منه، يعضه، يطيحه، بس سبحان الله بعد ما تطيح من الخيل وترجع تركب نفس الخيل تحبه أكثر. صار معك شي حادث مزعج؟ هي أنا كنت في سباق القدرة، لسباق البنات 100 كيلو، فكنت راكبة مع اسطبلات ما بذكر اسمها الله يستر عليهم، وكان خيلهم قوي، فطحت وتنومت في المستشفى أسبوع، لكن عقبها الطيحة رجعت ركبت والحمد لله بديت أشارك وما في طيحات، تعلمت يعني. عرفت أن ظبية مولعة بالتمثيل وتحلم بلعب أدوار عديدة ومميزة. وفي قصة من هالنوع راح تصير في طريقنا؟ مجال الفني أنا بادية تمثيل من 2 سنين والحمد لله في مشواري، بداية مشواري أمثل مسرحيات، أفلام قصيرة، إن شاء الله داخلة على مسلسلات قريب إذا الله كتب إن شاء الله. وشو الأدوار اللي بتمثليها؟ أنا يعطوني أدوار صعبة، مرة أعطوني دور الخدامة وضحكت الجمهور وعلقوا علي شاندرا وشاندرا باسم فني، وطبعاً عقب مثلت دور الشحاتة، وعاد تعرف الشحاتة كيف تطلب أعطوني وأعطوني وضحكوا علي الناس. في مرة أعطوني دور مينونة، مو مينونة يعني إنها مينونة، هي مينونة إنها يعني مينونة يعني مجنونة،
مينونة يعني مجنونة، بس مش مجنونة السايكو، لا يعني اللي في راسها تعمله. قالوا يلا هاي مينونة، أعطوني هالدور. ومرة أعطوني دور عيوز في فيلم سينمائي إن عندي بنت وأضربها، والحين مثلت فيلم طويل بينزل في مهرجان دبي السينمائي للمخرج فضل المهيري، دور حلو يعني، مو بلا مينونة ولا شيء، بنت عاقلة رزينة ويحبها واحد وتودره. ظبي لاحظت انه انت بدون حجاب بدون نقاب، انت ترفضي لبس النقاب لبس الحجاب؟ لا انا ما ارفض، انا تحصلني مرات بعباء ومرات بدون. جو التمثيل يعني اجباري البنت المواطنه تلبس عبايه، لكن في ادوار يقول لك كيف انت يعني لازم تعيش الواقع، فانت مثلا في غرفه النوم او في المطبخ او في البيت هل بتتمين بالعباء والشيله؟ فاحنا لهالموضوع ان نعطيهم الحريه، بس مش الحريه الكامله، ان في وقت التمثيل تحصلنا، في الفروسيه ممكن ما تحصل معنا، بس برع ويا اهلنا وشي نرجع لواقعنا شيله وعباء. لوحظ أن المرأة الإماراتية كسرت في السنوات الأخيرة العديد من العادات والتقاليد التي كانت تعيقها في تطورها. صبيا، كان سهل عليك بمجتمع إماراتي يقول عنه محافظ، سهل عليك أنك تركبي الخيل؟ هو طبعاً إحنا مو بسهل عندنا، ما عندنا بنات يركبون الخيول، بس يعني مثل ما تقول الله يحفظ شيخاتنا، عندنا شيخات يركبون مثل الشيخه فطيم بنت محمد بن راشد، والشيخه مهره بنت محمد بن راشد، والشيخه مريم بنت محمد بن راشد، فهم قدوتنا والحمد لله بدوا يتفاهمون الوضع الاهل، ومو بنا عيب، صارت هوايه ورياضه مفيده للبنت بعد. يعني تعتبريها نوع من انواع التحرر؟ هي مو بتحرر، هي نوع من أنواع الهواية والرياضة. التحرر شيء ثاني، إحنا ندخل سباقات يعني لنا مجال واحد، مو بنا نركب خيول كشو أو لا، نركب الخيول عشان نشارك كونا إماراتيات، ومثل ما تقول نطلع باسم الإمارات برا الدولة وداخلها. وبدت الخيول الشغل الشاغل لظبية بالرغم من حياتها الزوجية وانشغالها في الحياة الفنية والمهنية. قل نص حياتي عند الخيل، يعني النص الثاني في بيتنا والنص الثاني عند الخيل. الخيل أجلس وياه أكثر عن ما أجلس ويا أهلي، وأكثر مثل ما تقول أكثر عن الدوام، وطول وقتي مع الخيل، الصبح الظهر المساء عادي أي وقت أشتاق للخيل تحصلني حركت الموتر ووصلت. والدتك كيف تلقت خبر انك انت صرتي خياله؟ هي في البدايه كانت تحسبني اروح للجيم، فيوميا تشوف شنطه يعني بس ما تعرف شو داخل. مره فتحت الشنطه وشافت الخوذه طبعا، فينت تمت تصارخ بنتي تركب دراجه. قلت لها يا يما انا ما اركب دراجه، بنتي ينت تركب دراجات مثل الشباب، يا امي مو بدراجات. ليه ما راوتها الصوره في التليفون وتاكدت ان هاي خوذه خاصه بالخيول اللي هي الهلمت خاصة بالخيول، فارتاحت يعني هذيك الساعة استوعبت، قالت خيل أبرك عن دراجة، يعني خليك مع الخيول أبرك ولا دراجات. طقوس خاصة بالتدريب تلتزم بها ظبية وكل من يتدرب على ركوب الخيل. أول ما نوصل طبعاً عندنا غرفة تبديل ملابس للبنات، نبدل ملابسنا ونجي هني للإسطبلات البوكس. أول ما نيجي هني طبعاً نتريى الكابتن، الكابتن يطلع الخيول، يختار لنا الخيول ونطلع برا حوالي قل 45 دقيقة، ولين ما نرجع خلصنا التمرين. بسموه التمرين على القدرة؟ هو تدريب على التحمل والقدرة، خاص بخيول القدرة. طبعا الخيول انواع، احنا خيول القدره للسباقات المسافات الطويله، وفي خيول ثانيه لقفز الحواجز، في خيول للفلات ريس، في خيول للجمال، فاحنا خاصين بالقدره وهي اصعب شيء طبعا، يعني القدره مو بسهل. وطموحك على صعيد الخيول؟ ان شاء الله امثل الدوله واسافر ويا الشيخ منصور بن زايد
وأكون فارسة إماراتية إن شاء الله ترفع الرأس ويجيب مراكز برا الدولة وداخلها. وترى ظبية أن الخيل كائن فريد وعلينا التعامل معه كما هو وليس كما نريد. الخيل أنواع، في عنيد وفي الطيب وفي الكسول، نفس البشر. فأنت إذا يعني كل يوم تجرب خيل أو تتعرف على خيل تستغرب من كل خيل، العنيد، المينون، اللي يعني الليزي، كسلان، يعني كل خيل نفس الإنسان. يعني أنا يوم معاشرهم أتعامل معهم كبشر، لأن مثل ما تتعرف على واحد أول أيام تأخذ الفيرست امبريشن، الانطباع الأول، إحنا شي مع الخيول. خيول وفوارس دبي قصة لا تنتهي، خاصة مع إصرار الدولة على تنشئة جيل يهتم بالخيول كنوع من الرياضة وكمناخ للتمسك بعادات جميلة. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكايات مع أكرم خزام.